السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد الذي نتكلم فيه عن أفضل شركات التداول الموثوقة والمضمونة المرخصة بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. طبعا نتكلم هنا عن شركات تداول بنظام الرفع المالية والهامش. هذه الشركات التي تتداول بأسواق الذهب والنفط والعملات وكل أدوات التداول. ننصح بشركة XTB الإماراتية في دبي، وسنشرح لماذا. شركة موثوقة مرخصة رسميا من سلطة دبي المالية، تقدم أفضل الخدمات مع كل الضمانات والمزايا. رابط التسجيل المباشر بدون وساطات أو عمولات لفتح حساب تداول إسلامي أو تجريبي أو حقيقي في شركة XTB الإماراتية موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. اضغط على الرابط، سجل حسابك، بعد ذلك تتواصل معك الشركة لإكمال عملية تسجيل وتفعيل الحساب. لماذا شركة XTB ولماذا الشركات المرخصة من سلطة دبي المالية تعتبر الأقوى والأضمن والأفضل؟ لأن شركة XTB مرخصة من سلطة دبي المالية، سلطة دبي المالية تفرض قوانين قوية جدا وصارمة ودقيقة على شركات التداول. يعني الآن بكل بساطة، إذا كنت تتداول مع شركة مرخصة من سلطة دبي المالية وحصلت معك مشكلة، تشتكي لسلطة دبي. إذا كنت تتداول مع شركة مرخصة من سلطة دبي المالية وحصلت معك مشكلة، تشتكي لسلطة دبي المالية. تقوم سلطة دبي المالية فورا وبشكل سهل وسريع ومجاني بالنظر في هذه الشكوى واستعادة حقك بشكل مباشر، وتقوم فورا إذا كان لك حق باستعادة حقك، وتقوم أيضا بإغلاق الشركة في الإمارات وسحب ترخيصها. يعني مجرد مخالفة واحدة على الشركات المرخصة من سلطة دبي المالية يعني إغلاقها فورا بدون سابق إنذار، وهذا ما يضمن حقك بشكل كامل. طبعا يجب أن تتداول بنفسك، هناك كثير مواقع وشركات وهمية ونصابة تدعي أنها تدير لك الحساب بربح كبير ومضمون، كل هذا وهم ونصب واحتيال. أساس هذا التداول أن تتعلم الأساسيات والتحليل والتوصيات بنفسك من الإنترنت وبمساعدة شركة وثيقة موثوقة مثل شركة XTB الإماراتية، وتتداول بنفسك فقط. طبعا شركة XTB مرخص رسميا من سلطة دبي المالية، إضافة إلى الترخيص الرسمي الحكومي البريطاني الإسباني التركي البولندي، تقدم تداولات شاملة في العملات الذهب النفط الأسهم وكل أدوات برافع مالية مجانية حلال شرعا تصل إلى 1 إلى 500 مع حسابات إسلامية. الله رابط التسجيل المباشر موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. اضغط على الرابط، سجل حسابك، بعد ذلك تواصل مع الشركة لإكمال عملية التسجيل. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.